يعني ما تسأليش إلا لما يكون في مصيبة. أنت اللي مقطع التليفونات يا خي. عندك حق، مفروض أنا اللي أسأل. بس أقول لك على حاجة. قول. تحلويتي قوي. تصدق والله العظيم ما عندكش دم. ليه كده؟ ده وقته يعني. عشان عمي عيان وكده. طب ما السكرتير بتاعه قال انه بقى تمام. يعني مش قلقان؟ واجلك ليه؟ ما دام الدكاتره قالوا انه بقى كويس يبقى كلميني. ماشي. انت فين بقى دلوقتي؟ فين يعني ايه؟ يعني شغال مع ابوك ولا بتستنكح عليه؟ ليه بتستنكح دي؟ انت اصلك يعني فنون جميله و يعني ديكور وفن. ايه بقى اللي يرميك في الغيطان والفاكهه وعربيات النقل والحاجات دي؟ تعرف ان انت هنا ممكن تبقى حاجه تانية خالص. يعني بسم الله ما شاء الله عليك، عينك حلوه وزي القمر، تقدر تعمل حاجات كتير قوي ومش ناقصك حاجه. والنبي صح، تعطي عليا ولا ايه؟ ما انت عارف ان انت زي القمر. ايه ده، انا ما كنتش فاكرك كده خالص. ده انا كنت فاكرك قطه مغمضه. طب ما انا قطه بس بهبش اللي يقرب لي. خلي بالك مني بقى. قوم يلا عشان يشوف بابا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا جرجان من لمة امك وزي امك. حرب شكلها امتى؟ حرب شغاله دلوقتي، ناوي لو انطلق مش هيخلي حد فينا. عبد الله اخوي، سلامتك يا اخوي. الف سلام عليك يا اخوي، انت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله، وش منور زي القمر اهو. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. انت كويس يا عبد الله دلوقتي؟ الحمد لله كريم. ده يا عم، ده انا قلت انت عامل الشويتين دول عشان عايز تتجوز على عم دي كريمه. مين ده؟ هو يلاقي زيي ولا انا الاقي زيه؟ مفيش الا كريمه واحده بس يا واد. ربنا يخليكم لبعض. يا سلام يا جماعه، سيبونا انا وابعكيم لوحدينا شوي. نسيبك ايه؟ لا انا قاعده معاك يا اخوي، مش هسيبك. ابوس يدك، سيبونا لوحدينا شوي. يلا يلا اسمع الكلام، يلا 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 يا اختي. يلا يلا يا كريمة. حاضر حاضر. عامل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ نحن ربنا تعبك. الحمد لله، ما تقلقش من حاجة يا أخوي، كل اللي انت عايزه هعمله. أنا مش قلقان يا حكي، مش عايز حاجة خلاص، مش عايز حاجة خالص. وإيه اللي مش عايز حاجة؟ كل طلباتك مجابة، بس اخرج بالسلامة. ما تحرمش منك يا أخوي. ولا منك يا عبد الله. يعني ما حدش يقول لي إنه عمي تعبان؟ أنا اللي قلت ما حدش يقول. كان قصدي يعني لما كلنا هناجي من حراء الشغل. شغل ايه يا ابو شغل ايه؟ الف سلام عليك يا عمي. الله يسلمك يا ولدي. ايه انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. ودام شفتكم كلكم مع بعض خلاص بقيت بخير. الف الحمد لله على السلامه يا عمي. الدكتور قال ايه؟ ما قابلتوش لسه. بعد الخبر ايه؟ لانك اهو صحيتها حديد. الحمد لله الحمد لله يا عمي. شايفه عمايلها السودا؟ خطه وهي اللي رسمها. لمتهم كلهم جار. والخيب التاني عبد الحكيم جاي يرمى، مصدقها بس على مين ده؟ انا فهماها. شفت البت لفت على الواد كيف؟ عينها قادره. طلع عقربة زي امها. صح، معلش معلش. هم ليها هنفوقوا من اللي احنا فيه ده، وانا اللي يصرفه معاه. كان الدكتور اتفضل معايا. تعالى معايا يا ابو علي.
نفسي اعرف الحربيتين دول بيقولوا ايه. ما تشغليش بالك ولا كانهم موجودين. يا بنت هموت واعرف بيقولوا ايه. خليكي تقيله يا كريمه. في ايه؟ اديني تقيله اهو. دكتور السلام عليكم. بس انا تبركته الحاج اللي في غرفه 10 اخباره يعني ابن اخوه. انا مسهلا والله. هو كويس بس يعني ان شاء الله بالليل كده في جلسه علاج طبيعي لما يعملها نقدر نحدد. يعني هيقعد عندكم كام يوم؟ والله ده حسب الحاله وحسب ما يبقى كويس. يعني بسيطه. هو بالنسبه لحالات كتير هو احسن. انا بسال على حالته هو يا دكتور. بصراحه ما اخبيش عليكم هو هيقعد فتره كبيره قبل ما يقدر يمشي ويتحرك زي الاول. شاكرين يا دكتور. يلا يا جماعه يلا اتفضلوا. انا متشكره قوي على اللي انت عملته. ما تقوليش الكلام ده عيب. لا انت مش عارف اللي انت عملته كبير ازاي عند ماما وخلاك تبقى عندها عامل ازاي كمان. انا مبسوطه قوي. بس عايز اقول لك حاجه يا شهد. أنا لازم تبقي عارفه ان انا بعمل ده مش عشان ارضي الست الوالده. لا انا بعمل ده عشان هو ده الصح. لا ده انت كده هتخليني اخد قلم في نفسي بقى. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان انا كده اتاكدت ان انا خدت قرار الصح لما قررت اني احبك. الله 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 ده ايه الدلع ده؟ اما انت عارفه انت كمان ان انا بحبك جدا. بقول لك ايه يا عزم؟ انا عايز اسالك سؤال بايخ كده. اتفضلي. هو انت لما كنت قاعد مع عمي كنت بتقولوا ايه؟ واضح انه كان عايز يطمن على الحاله الماليه بتاعت والدك. واضح انه ما كانش متاكد قوي او شاكك ان ابوكي عنده ازمه فعلا. بس انا ايه وديته وجبته وديته. ما انا اعمل ايه خصوصا ان انا قلت له ان انا السكرتير الخاص بتاع والدك. ما تحطش في بالك هو كلها يومين وبابا يطلع من المستشفى وهم يمشوا كمان. بس عمك شكله طيب. جايز اقول لك على حاجه وما تزعليش. قول. من الواضح كده ان عمتك ومرات عمك هم اللي قلبين عليكوا الدنيا. انا بصراحه ما ارتحت لهمش خالص. يعني سواء نظراتهم اسلوبهم طريقتهم كلامهم صعب. صح انت كلامك صح. انا بقى عايز زينب تنزل المكتب بكره وتطمن على كل الامور الخاصه بالمديونيه بتاعت والدك وانا هبقى اروح لها نشوف الورق ونشوف هنعمل ايه. حاضر هقول لها. وبكره الصبح ان شاء الله اخلص محكمه كده عندي جلسه اخطفها في السريع واعدي على بابا في المستشفى عشان اطمن عليه. هتلاقيني هناك. طب ايه مش هنشرب حاجه؟ يلا. على فكرة نشرب وناكل كمان. يا سلام. وده الجديد عزة عامل حسابه. اتفضلي يا هانا. قول لي بتفكر في ايه؟ ايه اللي في بالك؟ مفيش حاجة. لا في. قلت لك مفيش حاجة. اهدى خلاص كلامي ما عادش يلد عليك. جبرية مش عايز لت ولا عايز مش عايز مشاكل. الراجل في المستشفى. انا بعمل مشاكل على ايدك. انا جيت عشان اعمل الواجب. لا هشيت ولا نشيت من ساعة ما جيت البيت. على فين؟ هقعد تحت. اتخنقت من الاوضة ولا متحرج علينا ما طلعوش منها؟ جبرية ما تخافش مش هتكلم. هقعد كببة لا راس ولا رقبة. حلو كده. ايه المرار الطفح ده؟ اديني مشيت. اعوذ بالله